وللحديث عن سيطرة الميليشيات على الاقتصاد العراقي معنا من عمان عبر الخط الهاتفي الدكتورة هداب الكبيسية الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا أهلا بكم. نعم، مساء الخير. مساء الخيرات. وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن الثروات التي يعني تجنيها الميليشيات على حساب الاقتصاد العراقي، كيف أسهمت الميليشيات في تدمير الاقتصاد العراقي؟ نعم صحيح، كما ورد في تقريركم وورد أيضا في حديثكم في الأخبار، هذه الميليشيات يعني سيطرت على الاقتصاد العراقي بحيث أصبحت واستطاعت من بناء اقتصاد موازي، استطاعت من خلاله أن تبني لنفسها دور كبير ومطلع في الاقتصاد العراقي أكثر من الدولة نفسها، وهذا كل السبب يعود إلى ضعف المؤسسات الدستورية والديمقراطية للدولة، هذا من جهة. من جهة أخرى، هم من اختاروا السيد عادل عبد المهدي وجاءوا به إلى الحكم، وهذا ما وصلنا إليه إلى يومنا هذا. فبالتالي كان من جزء من الاتفاق الذي بينهم الذي حدث، حتى يعني نوضح مسألة السرقات ومسألة الموازنة، موازنة 2019 كان هنالك تضخم بها يزيد 54% في موازنة الحج الشعبي عن موازنة 2018. نعم. بمعنى أن هؤلاء الحج الشعبي أشاروا إلى أنهم في الموازنة، أشارت موازنة 2019 إلى أنه يوجد هنالك 122,000 مقاتل، وهؤلاء يحصلون على رواتب وأجور ومصروفات تصل إلى 2,171,000,000 دولار. هالمليارين و171 مليون دولار بالمقارنة مع 2018 كانت 1,412,000,000 دولار. نعم. بمعنى هذه الزيادة التي تكلمت عنها 54% بين 18 و19، يعني يجرنا الكلام إلا أن هذه الموازنة هي أكبر 3 أضعاف من ميزانية مكافحة الإرهاب. وبالتالي من هو الذي يعني يقود العملية العسكرية أو الدفاع عن الوطن؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، لو رجعنا أيضا إلى موازنة الحج الشعبي، هي أكبر من موازنة وزارة الثقافة ب 18 نعم. مرة. طيب دكتورة دكتورة، من ناحية أخرى، نعم، تقارير أمريكية تتحدث أن ميليشيا العصائب تهرب النفط خارج العراق، من الجهات نعم التي تشتريه ومن يتم يعني هذه الصفقات، من يتممها؟ نعم، هنالك يعني صفقات كثيرة تحدث، وهي بالشكل التالي، هي إذا أخذناها حسب التسلسل وحسب حقول النفط طبعا ستكون كثيرة جدا، لكن خلينا نأخذ الأشياء الرئيسية. عندك على سبيل المثال نفط موصل، نفط موصل تصل العملية السرقة في الصهاريج النفطية، فقط في الصهاريج اللي هي تحت سعر ينباع 50 دولار تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار، هذا في نفط موصل. في مصر الصينية العمليات السرقة تصل إلى 365 مليون دولار سنويا، طبعا ده نتكلم في سرقة نفط، أيضا عندك إضافة إلها بصرة تصل إلى 7 مليار دولار. مجموع هذه العمليات السرقة كلها، يعني الحكومة العراقية تتحدث دائما عن قرض بمليار أو مليارين دولار من صندوق النقد الدولي، بالمقابل هي تحصر من نفط بصرة 7 مليار دولار. إضافة إلى ذلك هناك تعاون بين هذه الشبكات التي تقوم على السرقة في من هذه الميليشيات مع إيران، وبالتالي لأن إيران لديها أيضا حصة كبيرة في سرقة نفط العراق وتصل إلى 17 مليار دولار، أي حوالي 14% من موازنة وإيرادات دولة العراق. نعم. في مجمل هذه الأرقام كلها يجعلنا أننا إحنا أمام، كما ذكرتم أيضا في تقريركم، هذا ما نصفه بالدولة العميقة. هذه الدولة متجذرة، وبالتالي كل ما تطلب يحقق لها. حتى ما تم طلبه أحد الميليشيات السرايا باستحداث 6500 وظيفة، كان ما أسهلها أن يتم تحقيق ذلك، بالمقابل مع هؤلاء الشباب المنتفضين في ساحة التحرير لا يجدون عملا ولا يجدون هنالك يد مساعدة تقدم لهم. نعم. هذا كله يدفعنا للسؤال عن الدور الحكومي، الدور الحكومي في مكافحة هذا الفساد وفي الحفاظ على اقتصاد البلاد يعني. نعم،
نعم، هو هذا جزء من هاي المشكلة الكبيرة التي احنا نمر بها، هو جزء من فكرة جوهر نظرية الاقتصاد السياسي اللي هي تتطلب الاستخدام الأمثل الموارد الاقتصادية، ولكن هذا الشيء لم يتحقق. لا توجد هنالك كفاءة اقتصادية، وكما ذكرت في البداية هو عدم نضوج في المؤسسات الديمقراطية والدستورية. كل هذا سحبنا إلى أنه هذه الدولة لم تستطع أن تحقق معنى الرفاهية للشعب، وبالتالي لم تقضي على الفساد الاقتصادي من 2003 إلى 2019، ونحن سائرين في هذه المشكلة. عملية انسحاب أو عملية استقالة السيد عادل عبد المهدي من الحكم هي هذه ليست مشكلة، هنالك مشكلة أكبر متداخلة في مجمل العملية السياسية والاقتصادية في الاقتصاد العراقي، اللي هي سببها وجود ميليشيات ووجود ناس متنفذين وأحزاب هي التي تقود العملية. شكرا جزيلا لك يا دكتورة هداب القبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا هاتفيا من عمان.